اش عندك ما تقول؟ عسلامة ومرحبا بكم. كل عادة والعوايد، والله لا تقطعنا عادة، جيتكم باش نجاوب على تساؤلاتكم. لكن في البداية حبيت نشكر زملائنا على المشط متاعي اللي نالت إعجابكم واستحسانكم، ونحب زادة نشكر اللي بعثونا رسائل الشكر والإعجاب وحتى رسائل الذم والسب والشتم، زادة نشكركم عليهم. وراني عزوزة ما يهمها قرص. يا سيدك، ايش عندكم اليوم ما تقولوا في موضوع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار؟ وقبل ما نبدأ ونجاوبوا على الأسئلة متاعكم، معانا عبر الهاتف مسؤول زميلي باش يزيد يفسرنا أكثر أسباب ارتفاع الأسعار. هات ناخذوه بالتليفون. ألو مرحبا. ألو مرحبا. وي شكون معايا؟ مكتب العلاقات مع المواطن معاك، مرحبا بيك. عندي أما مواطن. المواطن اللي ساعدوا تكب زميلي المسؤول. إيه أنا شو مدخلني فيه؟ تكب ساعدوا ولا يقعد؟ يا أخي ومانا تفهمنا باش نكلموك اليوم وتجاوبنا. إيه كلمتوني. إيه هاك ما جيتش تحضر معنا ولا ما تحبش تجاوبنا تو؟ ما جيتش وماني جاي ومانيش باش نجاوب. أنا عندي اجتماع توا في الرابطة تاع كرة القدم. سمحني أنت مش مسؤول في الكورة يا أخي؟ لا أنا مسؤول في شؤون اجتماعية. هيعطيني فيس على الأسئلة متاعكم مزروب. يا ولا عملة عملتها في روحي، قال له مواطن وقال له والله أنا هو الغالط. هيا قصوا لي تليفون وتوا نجاوب وحدي. هات الأسئلة متاع الناس. شد لي من بني حسان المستير تسأل وتقول: يا رسول الله، الوزنة رزنت من اللي كانوا يبيعوا بالكيلو ولاو برطل، الميزان طاح والصوم طلع. يا شدلية يا أختي، هو القدر طاح خلي الميزان. تياني البارح بعثت لبنية بنتي باش تشري لي كيلو دقلة، رجعت ما شريتش. قلت لها اش فما؟ قالت لي راهو عم سالم قال لي مثبتة كيلو برا، رجع شاور بوك. ولينا يا شدلية كي نقفوا على خضار ونقولوا هات كيلو كذا ولا كذا، يغزر يمين ويسار ويقول لك هاي نقصونا من الفدلكة ومن الكاميرا الخفية قلو كيلو. هات سؤال من بعد. السؤال اللي من بعد ويجينا من خونا مكرم من الزاوية، يقول: إلى متى باش يتواصل الارتفاع في الأسعار؟ سي مكرم، السكتور واضح، فلاح، قشار، بيع. وهنا تفهمنا مع الأسعد القشار هذا حبيبنا نسيبه على فكرة، وقلنا له في بلاصة تربح دينار مثالش، خوذ بخطرنا وطيح 100 فرنك ربح 900 فيه البرك. الحقيقة الأسعد نسيبي تقبل المقترح بصدر رحب وقال: مش مشكل، طوى نربح 900 فرنك في الفلفل، أما المياه باش نرجعها في البطاطا. الأمور هذه راني منلعبش معاه أكثر شي منك. يهاول القشار بجود نفسه تواضع معاكم، تنقصونا من التشكيات، تشنية هي 100 فرنك؟ هات السؤال من بعده. راشد متطفالة سوسة يقول: بالله عندكم شي فكرة وين زيت الحاك والسكر؟ راه مش موجودين في الحوانت. راشد يا أخوي العزيز، هيك قلتها بفمك، زيت الحاكم يعني متاع الحاكم بالفلاقي عند ماليه. ونزيدك زيادة، من وقتاش الزيت من عاداتنا؟ ها؟ يلزمك تقف لبلادك وتبدأ تخمم في حلول بديلة للزيت، مثلا طيب بالسمن ولا بالزبدة، ولا لازم عليك طيب بالزيت جملة انتي. وبالنسبة للسكر نستاهله يا ولدي، احنا قطعناه باش نحافظوا على صحتكم. السكر راهو مخطر، كل الماكلة ماستة واشرب قهوتك من غير سكر وريض. ريض يا راشد اني قمرتك. هات سؤال من بعده. فريد مشاب صديق البرنامج يقول: مرحبا بكم ساحل تي في، شنحوالكم لباس؟ بالله قولونا اخي، العشرة فرنك علاش ما يرجعها الناس في الكوشة؟ شوف يا فريد، العشرة فرنك هذيك لمهم ومشيلوا نهير، خذ خبزة بلاش. هات سؤال من بعده. طارق من الجم المهدية يقول: العيشة صعبت والحال حال الله، الغلة ولينا نعمله معها في السلفي، كي نتعدى مع صغاري قدام نصبة فيها فراز ولا بنان نبدل الهدرة، وكان كبش لي ولدي يحب على الفراز نبدأ نتسبب نقول له فيها الدواء عايش ولدي،
راهي تعمل حساسية عايش ولدي. ومن سكته كان منشري له كعبة يغرط بالفراز ولا مصاصة بتعمل بنان على قليلة يسكت. آخر مرة شريت كعبة تفاح كبيرة أكل حمرة كان تعرفوها، راها كان في التلفزة، قلت خل نشري منها لصغيراتي. حطيتها في الصالة، اللي يدخل يعمل منها شمة ويتعدى، اللي يدخل يعمل منها شمة ويتعدى. والمعدنوس حاطه في فاز نخبي فيه الرمضان، وزيد بقدره هاوكا أغلى من النوار، ونستغلوه زينة للدار. خونا طارق يعطيك الصحة، كعطيتنا معلومات لتخزين المعدنوس اللي بالمناسبة نجمو عام الجاي نهديوه في عيد الحب. أنا مدام المعدنوس معناها فهمتني أغلى من النوار، تنجم معناها تهز للحبيبة متاعك تهدي لها ربطة معدنوس، وهكا معناها نكونوا لقينا الحل. بالنسبة للفراز والبنان وخايا شو نعمل لك، يعني لازم عليك تاكلهم انت. ها انا قال لك الطماطم غلة، قول الطماطم. هات السؤال من بعد. الحبيب من صلقته المهدية يقول راهي الأسعار الكل شعلت فيها النار. شوف يا سي الحبيب، انت قلت عليك جبت السيد من وذنه. النار شعلت في الغابات والولية والأسواق، واليوم حتى في المبيتات. يعادش بيه كان فهمتني أعصاب المواطن تتحرق شوية، عليه خير من فويه هو. هات السؤال من بعده. النوري من أكودة سوسة يسلم علينا ويقول لنا العيشة ما عادش تنطاق، نخلص في 400 دينار، وين باش نقبل ثلاثة صغار ودار ومصروف عليهك. شوف 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 يا سي النوري، اش بيك شاعل فيا؟ قلت لك عرس ثاني ولا جيب صغار، اش تحبني نعمل لك؟ وما هو حتى انتم المواطنين زاد كثرتولها، عاد كثرتولها، شنو هو العوج؟ تخلص 400 ألف ومعرس وجايب ثلاثة صغار أصله، شنو هذا؟ يا اللي قدامك، انا ريتو هذا اللي قدامك لهنا مانيش متزوج. شنو بهيش تو تجيبوا الصغار من بعد تحلوها في الدوله، او من منبري هذا ننبه عليك، او من منبري هذا ننبه عليك، ريض ومعاش تبعث لي رسائل انت بالذات. في الختام نحبوا معنا نشكروكم وزيدوا تفاعلوا معنا على العناوين التاليه اللي باش نقول لكم عليهم. في الفيسبوك تكتبوا سهيل تلفزيون بالفرنسيه، وفي التويتر تكتبوا سهيل تيري نت، وتمشيوا للسيت ويب زادا تكتبوا sahel-tn.net. وكان فاتتكم حاجة هكا ولا هكا وتحبوا تعاودوا الفيديوهات، ادخلوا للشان متاعنا على اليوتيوب، يا نعم ما تحشموش، اكتبوا سهيل تينيزيان فويس وتفرجوا فينا. هيا نبقيكم على خير، وربي سمعنا لبعضنا علم الخير، خاطر ممكن الحلقة الجاية ما تلقونيش. بسلامة.